يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تعمد بعض النساء إلى ربط شعر رأسها بربطة سوداء كبيرة، ثم تلف الشعر حولها فتكون الربطة والشعر خلفها ويبدو الشعر كثيرا، وليس مقصودها خداع الخاطب، إنما مقصودها التجمل في الزواجات والحفلات. سؤال: هل يكون ذلك داخل في النهي عن الواصل أو في لعن الواصلة والمستوصلة؟ هذا يكون إذا كان فيه تدليس بما يشبه الشعر، يظن أن شعره ما هو شعر، هذا من الغش والتدليس، التشبع بما لم يعطى الإنسان. الناحية الثانية: المرأة إذا جمعت رأسها ولفته ومن خلفها، هذا لا يجوز، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن جعلتن في البفت المائلة. يكون كان لها رأسين، كان لها رأسين، فهذا هو المحذور من هذا الشيء. نعم.